أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إسرائيل توافق على دخول السلع ذات الاستخدام المدني إلى قطاع غزة، والبيت الأبيض يعلن دعمه التام لقرار إسرائيل السماح بدخول منتجات لأغراض مدنية إلى القطاع، معتبرا أن ذلك سيسمح بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين فيه. الرئيس عباس يعتبر قرار إبعاد نواب مقدسيين سابقة خطيرة، وحماس تعتبره عقابا جماعيا في سياق تهويد القدس. ألمانيا تنتقد إسرائيل بشدة لمنعها وزير التنمية الألماني من دخول قطاع غزة لزيارة مشروع إنساني تشارك برلين في تمويله. انطلاق محطة نساء FM في رام الله، وهي أول محطة مستقلة في الشرق الأوسط مخصصة للنساء وتبث باللغة العربية. تنظيم دولة العراق الإسلامية يعلن في بيان أن عناصر من التنظيم نفذت هجومين على قوات للجيش الأمريكي بمحافظة ديالى، أسفرت عن مقتل 25 جنديا على الأقل. مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي يقول إن إيران قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب إعطائهما معلومات مغلوطة عن البرنامج النووي الإيراني. صدامات في القاهرة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين كانوا يحتجون على مقتل شاب تعرض للضرب حتى الموت على يد عناصر الشرطة. أجهزة الأمن اليمنية تعلن اعتقال العقل المدبر للهجوم على مبنى للأمن السياسي في عدن. المونديال فرصة للغزيين لنسيان هموم الحصار، وتهافت لافت على المقاهي والمطاعم من الجنسين. البرازيل تفوز على ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتضمن التأهل للدور الثاني. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.